الآن نتابع إياكم أحد نشاط البصرة، وكيف وثق حال امرأة في المدينة التي تطفو كما قال نشطاء مواقع التواصل. قالوا إن هذه المدينة هي البصرة تطفو على بحر من الذهب الأسود. المرأة التي تعاني الفقر لم تكترث الجهات الحكومية إلى حالها ولم تستقبلها دور الرعاية. نشاهد إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل إنسان شريف مشاركة هذا المنشور. أم عراقية بالشارع صار لها 3 أشهر. 3 أشهر بالشارع، أم عراقية صار لها 3 أشهر بالشارع، لا معيل، لا أحد يعينها، لا أحد يساعدها، لا أحد واقف وياها. هذا معامل بلوك، صناعية حمدان معامل البلوك. الله يجزاهم خير، هذا الولد هنا يشتغل حارس، هو دلاني عليه هسه. أنا جاي للصناعية وتلقاني قال لي بالله وبيك تعال شوف أمنا العراقية اليوم مهيونة ومذبوبة بالشارع. إيش قد صار لها؟ صار لها 3 أشهر. 3 أشهر صار لها أم عراقية وصار لها 3 أشهر وكامل قواها العقلية. يا عراقيين بغيرتكم، يا عراقيين بضميركم، يا عراقيين بشرفكم، بناموسكم، بناموسكم. يا وزير السعون، يا وزير الأسكان، هذول ترى ذمتكم. وإلى محافظ البصرة أسعد العيداني، صناعية حمدان هاي المرأة، إلى كل إنسان مسؤول، هاي المرأة بذمتكم، بذمتكم، بذمتكم.